يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والنار ما تحرق إلا رجل وطيها الليلة الراشدية نوها يهمي والأرض تمطر كرم من حفلة الفهمي فهم كرمها حقيقي ما هو بوهمي والنار ما تحرق إلا رجل واثمي الليلة الراشدية نوها يهمي والأرض تمطر كرم من حفلة الفهمي فهم كرمها حقيقي ما هو بوهمي والنار ما تحرق إلا رجل لا الحرب ميعاد يا عبد الحميد ضد السنان وضد الجحد لي يا لا لا يا لا لا يا لا 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 والنار ما ملل فوق زيزان علو منام استمر والمطر يمطر يا صايم لك ثلاث ايام ما تفطر مدري متى في ربوع على الكرم تخطر والنار ما تحرق الا رجل الوطيح لو منام استمر والمطر يمطر يا صايم لك ثلاث ايام ما مدري متى في ربوع المملكة تخطر والنار ما تحرق إلا يا صحابنا علموها من جديد يا متى يصير القرار المفصلي الشاعر اللي مرهي حبال والله يرحم مديس ويحفظ عياله نار ما تحرق الا رجل واطي نضرب على الخصم بالسيف الحديد فالحاضر وفاز معنا حنا من العام بالخطة تخلفنا يا ليتنا ما خرجنا من وظايفنا مدري عن الحاجة اللي ما تكلفنا والنار ما تحرق إلا رجل تراك من تهمن أنك به بعيد بين المثقف وبين الجاهلي بين المثقف وبين الجاهلي تراك من تهمن أنك به
إن كانت أبغى المعالي لازم تكابد حتى تحقق طموحاتك يا أبو عابد. اترك غشي من يخم الهرج ويهابد والنار ما تحرق إلا رجل واطيها. إن كانت أبغى المعالي لازم تكابد حتى تحقق طموحاتك يا أبو عابد. اترك غشي من يخم الهرج ويهابد والنار ما تحرق إلا رجله. أدعس على شوكي بالعزم الشديد حتى تصل لطريق المخملي. هذا سناني غش الناس والدولة والكيف الأشقار يرد عن العرب دولة ويقول حرب اليمن رده ورد دولة والناس ما تعرف إلا حكمه. هذا سناني غش الناس والدولة والكيف الأشقار يرد عن العرب دولة ويقول حرب اليمن رده ورد دولة والناس تعرف محمد من علي. والناس تعرف محمد من علي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا حنا على المنهج الطيب تعلمنا والله من اللي كنا الغيظ سلمنا وعزومنا فاللواء وعزومنا فالطلب دايم تجملنا نار ما تحرق بالعلم والعزم أساس الجويد. الله عطانا مكان معتلي اللي قريت الرسالة لا توزعها اللي قريت الرسالة لا توزعها. الناس وش تبغي تقلب مواجعها وتقوم تشير على راسك بصبعها والنار ما تحرق ترك ما انته ولد قيس الوحيد متشيخ في الشريط الساحلي.